وقال المؤمن رب الله شكرا الم تجعل سلاك الاولياء والذين هم لربهم لا يشركون لا اكثر ولا اصغر عن حصين بن عبد الرحمن قال قلت ان سعيد بن جبير فقال يا الله الكوكب الذي انقض البارحه فقلت انا ثم قلت انا اني لم اكن في صلاه ولكني نبرت نعم هذا في نصح الصحابه رضوان الله عليهم كان بالقيام بالليل وفي بعد السلف مدح الانسان بما ليس فيه حتى لا يبدا بما ليس فيه قال انا اني لم اكن في صلاه ولكني نبرت نعم قال كما سمعت قلت انقطعت اتخذت او غلطت بالانسان كثر عليه نعم قال فما حملك على ذلك فما حملك على ذلك من ادب السلف في المناظره ما قال اين الدليل ومن اين لك هذا قال ما حملك على هذا اراد ان يستفيد نعم وهو يعرف ان السلف لا يعرف شيء الا بدليل لكن اراد نعم. قلت حدثني حدثنا الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن قريبة من المصلين انه قال لا رقي الا من عين وحمى لا رقي الا من عين العين الحسن الحمى لدغه قلب السم حيه او عفا لا رقي يعني لا علاج ولا دواء انفع في العين ولدغه العفا وبعد ذلك من الرقي الشرعي نعم ثبوت الرقي الشرعي مثلا في عدم الصعب الى نعم. فقال قد احسن من انتهى الى المسجد. انظر الى الادب يقول هذا حديث حسن لكن انت فعلت شيء وخرجت به من السبع حمد علمت بشيء لك افضل من هذا نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الله والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه احد. هذا الشاهد الشاهد اراد المؤلف رحمه الله ان تثبت على التوحيد حتى ولو التوحيد. النبي وليس معه احد لم يكن التوحيد. الف سنه الا خمسين عام يدعو الى توحيد الله ولم يبالي احد. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم تركت لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستنشروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا تركت ثم إني دعوتهم شهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا تؤمنون بالله وقال لم يجدوا التوحيد ألف سنة إلى خمسين عام يدعو إلى توحيد الله نحن ما سمعنا شيئا الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا أحد من يدعو التوحيد فالمؤلف رحمه الله أراد أن الحق التوحيد تتعلم وتدعو حتى ولو توحدك ولا تبالي عرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم من قبله عليه الصلاه والسلام فرايت النبي ومعه الله من ثلاثه الى تسعه والنبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان هذا معنى الحديث والنبي وليس معه احد لم يترك التوحيد اذ رفع لي سلام عظيم فظننت انهم امتي يعني الذين استجابوا لله والرسول وفيه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فقيل لي هذا موسى عليه الصلاه والسلام وهذا من قبل موسى بعد كفر عليه الصلاه والسلام ثم رفع عليه الصلاه وفي روايه الصحيح سد الكفر أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم لله عدد وعدد كمية وكيفية أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تكثر صدقهم. نعم قال هل يزيدون في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كميه سواد عظيم سد الكفر 70 كيفيه وعمل لا يستطيعون هذا رد عليه قال عندما قرات الكفر 75 لا يستطيعون ولا يستطيعون
تتشاءم بمرض أو مسموح أو معلوم زمان وكان مسيح بمعنى بإذن الله تعالى لا كان في التقرير. لماذا يكتب هذه الأشياء الثلاثة؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، التداول بالعسل، الحجامة، الذهاب للطبيب، وذكر هذه الأمور الثلاثة؟ لأن الناس يتعلقوا بهذه الأمور الثلاثة ويجعلها أكثر من كونها سبب. بعض الناس يقول لك يذهب إلى الله ويقول ماذا بك؟ قال هذا لو فيه شيخ الجن والعبادين يخرج له إليه الملك. لا لفلان تربيه كذا. الثاني الغيب كذلك. التطير كذلك عندهم بالجاهلين قبيله معروفه بالتطير. اذا تطير لك هذا البعله قال لا تورد الغيب جمع كم اخبر اعوذ بالله. اذا ترك طلب الربيع الطلب الربي مكروه والاعتقاد كذلك والتطير الشريف اصغر. لو جاء انسان قرا عليك لا اشكال لا تقل من سبعين قرات انت على امي لا تقل من سبعين طلبت الربيع كهربا. نعم يقول كون ترك الرقيه والكيل من تحقيق التوحيد.
لعلها سقطت من بعد الإسلام. كون ترك الرقي والكي والتضيع الذي تجده صحيح؟ لو فتح الله عليك قلنا هذا كلام باطل، ترك الرقية وترك الاحترام قد لم يكن طلب الرقية اكثر، اما ترك التضيع لا بد ان يدخل منه شيء الا اذا كان قد قال الله عليه وسلم. نعم. كون كان يتم الخصال والتوكل عمق عن صحبه عمق علم الصحابة رضي الله عنهم معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. هذا آه الذي نعم عرفوا من لوز العمل عرفوا من تقرب بإذن الله التوحيد. نعم. حرصهم على الخير رضوان الله عليهم حرص وكان أشهر فضل فضيلة هذه الأمة في التنمية والإهدائية عدل وعمل فضيلة أصحاب موسى عليه السلام كثر عرض الأمة عليه صلى الله عليه وسلم من قبل أن كل أمة تخشى واحدة مع نبيها قلة من استجاب للأنبياء أن من لم يحب أحد يأتي وحده ثمرة هذا العلم وهذا هذا الذي يريد يريد حال استمع إلى ما يقول ثمرة هذا العلم والرعد من الغرار بالكثرة وعدم الصدق وعدم الصدق بالملة الرخصة في الرقية من العين والحمى الحمى لم أذكر إلا السنة عمق علم الصفا السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سلف لكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني بعد السلف عن منهي الإنسان بما ليس فيه أعلم أنه قال عن علم أن أقوم الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم أعلم النبوة فضيلة عكاشة رضي الله عنه استعمال المعايير استعمال المعايير لأن يرى أن الذي قام نعم صلى الله عليه وسلم وعرف له لم يستطع أن يقول أنه منافق حسن خلقه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب الخوف من الشرك الآن بعد أن ذكر لكم تحقيق التوحيد أراد أن يحقق التوحيد بالخوف كل ما فالمحبة الحق للتوحيد لا بد أن يخاف من الشرك كيف يخاف من الشرك يتعلم التوحيد يتعلم الشرك بالدعاء وجنوبي وبنينا عند الأصنام البراءة من الشرك وأهله الإمام الذي ذكره لك في تحقيق التوحيد ذكر لك هنا يخاف من الشرك إمام أبو الأنبياء خليل الرحمن أثنى الله عليه كسر الأصنام بيده يخاف من باب أول النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته وقول الله تعالى وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الايه وقال الخليل عليه السلام ولجودي وبني ان نعبد الاصنام الصنم والوثن الصنم عبد كل ما عبد من دون الله على صنم وعلى غير صنم والوثن وفي الحديث أخبر ما أخاف عليه الشرك الأصغر فسئل عنه فقال بلى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله مدا دخل النار رواه البخاري دخل النار وقال بأن خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وغير الأبدي من أصغر إلى مكان فيه مسائل تخاف من الشرك لا بد من تخاف من الشرك أن من يعلم من الشرك أن لا يعلم من الشرك سيأتي أنه من الشرك الأصغر أنه من الشرك الأصغر أنه أخذ له ما يخاف منه على الصالحين يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من باب أولى قرب الجنة والنار الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعلى الناس المسألة العظيمة سؤال خليل على المسألة المهمة لديه يقول الخليل وأثنى الله عليه بعض الأنبياء والصلاة والسلام في يده ونبي من الأنبياء والرسل وذكر لك في التوحيد خاطئ
المسألة العظيمة سؤال الخليفة ولبنيه وقال تعالى للأصنام.